هنا بالقصر البلدي بمدينة طنجة كان لطلبة المعهد العالي للتسيير موعد مع محاضرة حول التنمية الذاتية، محاضرة دارت محاورها أساسا حول طرق شحذ الهمم وإعطاء شحنة إيجابية بغية تجاوز كل الصعوبات والتحديات التي يصادفها المرء في حياته. كانت مبادرة ولا بلوتو كان لقاء ما بين الشباب وما بيني في هذا اللقاء هذا اللي كان في طنجة، على دابور باش نهضروا على شنو هو لو ستريس، نهضروا على شنو هو ليكزام، ونهضروا على كيفاش يمكننا نفتحوا على المستقبل ديالنا بواحد الطريقه اللي هي طريقه سليمه وبلوتو واحد الطريقه اللي هي متوازنه. دونك كان ما نقولكش كان تجاوب ولا ما كانش تجاوب، باسكو كانت اسئله اللي هي كاينه بزاف ديال الناس اللي كانوا كيتسائلوها، اي اون ميم طون كانوا مجموعه ديال التساؤلات اللي كانوا كدور في الاذهان ديال الناس اللي كانوا محتاجين على انهم يفرغوها. وتنظن ان الحمد لله وصلنا للهدف على ان الناس تهضر على شنو كاين الداخل وتهضر على دوك المشاكل اللي كانوا الداخل عن طريق هذا اللقاء هذا. الوغ دوك سامد هو الانسان اللي كيجاوب على جميع الاسئله ولا كيجاوب على جميع لي كريتير اللي مطلوبين في هاد لا كونفرنس اللي كنا باغينها. ديجا عنده دوطغ اكسبيريونس في المغرب وفي العالم تقريبا في دوطغ بيي في هاد لو دومين، في لو دومين ديال لاكونبانيومون اولا ديال النصائح نتلامد. خسرنا باش نديروا هاد ليفينمون في هاد الساعه بالضبط، لان البكالوريا معروفه في هاد باقي لا شهر ولا شهر وسيمانه، ولي جون لي باشولي كيستريسيو بزاف قبل من ليكزام. دونك حنا شنو قلنا؟ نعملوا واحد الشحنه ديال الطاقه الايجابيه. واخا نجي مثلا نعمل انا اون سيونس دورينتاسيون، انا ماشي سبيسياليست ديال لورينتاسيون، خصنا شي حد اللي غادي يعرف يعطيهم داك لو لونغاج بوزيتيف اللي غادي يحفزهم ولا غادي يزول لهم ديك الخلعه. التوجيه الأكاديمي الناجع وتدبير الأزمات النفسية والتفكير بطريقة إيجابية محاور من بين أخرى لقت أذانا صاغية من طرف الحضور الذي استحسن مثل هذه المبادرات التي تفسح لهم المجال لطرح تساؤلاتهم حول التنمية الذاتية والنفسية وابتغاء أجوبة شافية.